التراب تكفى. من اللي قال هنا عشان ظلال؟ ما نبغى ظلال، التراب جاء هنا وش نفطر يا عيال؟ اللي فطور يا عيال. شون ناظر الخبز يا ربي. سبت الله وبركاته حبايب قلب. اليوم في مقطع صراحة يعني متحمس معه وبنفس الوقت ما أدري عن الباقيين. أول شيء خلو أقول لكم مو بكلهم موجودين. ليش؟ لأن سعود مسافر، نواف نايم، حسام دق علي من زمان قال يا ركان ترى بنام، ما بقى شيء على طلعة الفجر. فقلت إيش لازم يطلعون بسرعة، لازم نطلع إيش برا اليوم. أنا حددت إني أطلع بر، واليوم ناوي الصراحة يعني فطور ما فطور، ودنا شوي نغير جو. فبدك على حسام بقوم نواف، فأنا اعذروني والله اعذروني، أدري اللي خمتكم يا حسام ونواف، فأنا آسف. وسعود أنا آسف جدا إني سحبت عليك، بس والله العظيم بنفسي طلعة وقلت لازم أصور، ودي أصور يعني عشان تشوفون يعني طلعتنا وتشوفون وش نسوي وش ما نسوي صباح. حاب أطلب منكم طلب يعني إذا ممكن يعني ممكن لايك. لايك لايك مرة مهم مرة تكفون. ويعني اذا انت مو مشترك وش عند امك ما تشترك؟ اشترك يا شيخ، خلنا نوصل 5 مليون. والله تعبنا، اقسم بالله تعبنا. تعبنا والله العظيم. تبون صدق؟ يعني حسام بصراحه يعني كل العده عنده. ايه اعترف العده عنده كله يعني الفرشه والغاز وكل شيء كامله، انه هو شاريها لطلعاتنا فنستفيد منه شوي. معليش حسام ها، ابى اقومكم منها يعني تطلع منها تذوق يعني فطور، بضبط لك فطور. نفس ما قلت لكم تكفون اللايك، اللايك واشتراك مهم جدا. يلا الحين مشينا للبر. وصلنا. وش باقي؟ باقي شيء؟ باقي الاغراض. اوه نسينا، لازم نرجع نجيبها. يلا الحين يا شباب شو باقي؟ الحين بناخذ اغراضنا ونروح البر. يلا الله 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 الله. مين بالله انك محزن؟ احنا لا 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 محزون ما شاء الله. كلش لا تكلف على نفسك، ما عليك كل شيء عليك. والله طير بر صدق، عليك عليك. انا عارف نعرف نغميها عليك سهل. هذه ان شاء الله تدرون شلون نركبها ذي فوق. اثنتين ترى مو بوحده. ايه ايوه مركبي. ايش بعد؟ طبعا الاغراض مره كثير، ما ادري ليش جايبها حسام. بنسكن اسبوع والله بسوي لكم هوت شوكليت يا شباب. كفو اوف 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 هوت شوكليت. يلا هوت شوكليت الطريق. الحين ايش باقي؟ باقي ذي بس ستاند خلاص. طبعا الحين يا جماعه الخير اكتملت اغراضنا، خلونا نرجع لما مكاننا. يلا وصلنا الحين، اغراضك كملت الحين. الطقيه ممتازه. يلا 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 نشيل. يلا كفو الله دلع دلع الموتر. والله انك دلعتيني يا شيخ. يلا وين تبون الحين يا عيال؟ فوق شوي عشان البراد. هنا كويس ايه. اللمبة هذه وش هي؟ هذه حقت شو اسمه الكفرات. ترى هذه العزبة زي ما تشوفون. هذا ركان اليوم دلعنا بالحطب. الله 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 يا شباب. جلدي اوه ركان جايب قلاية. وش ذي يا ركان؟ اوف وش هي؟ الحين وقت الفطور صح؟ لا 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 يعني جوها فطور يا عيال. فطور وش هي؟ بغرز. لا 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 شو الطلعه الحلوه هذه؟ والله انا اشوف ما تمسكون شيء بالطبخه للطبخ عليه. بنعالك بس الله يحفظك، لان هذه جلسه انا احط راسي فيها زيها زي ايش؟ الملحق. نعم لا تحط على الفلسة. بس يا شباب في حاجه. وش هي؟ ناقصنا واحد. اوه والله اشتقنا، لازم نشغل اغنيه. اشتقنا والله. معليش يا سعود ادري بتشوف هذا الشيء بس احنا اسفين والله اسفين. طبعا يا جماعة الخير الحين وقت ايش؟ لازم الحطب.
ادري شوي الجو شوي حار شوي شوي، بس قلنا لازم نولعها. والله برد اي حار، بردي في فرايد صح. ونوافه بيشتغل علينا البيض. نواف تكفى سيركم بيض، مع اني ما قد ما قد سويت بيض. لا 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 نواف تكفى، انا خلي اجل علي راح ولا لا 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 خلي خلي علي تكفى، خلي علي. حلفت حلفت والله انت اكل اصابعك والله. بس حسام باقي اني اتغسل ذا. وين ولاعه ابو النوف؟ علي يا اخي يدخل هواء وين ما ادري. ولا هذه ما تولع، هذه تك تولع. اسلم ركان. طبعا احس الحين بيولع لنا نشبنا فيها. هذي نشبنا فيها ها، تدري شكلها حطب النار اللي هناك. لا تدري وش هي، شكلها ما نحتاج حطب. الا نحتاج. طيب والله وين ذا وين ذا وين شي نواف؟ طبعا جالس هنا يا جماعه الخير ويتشرط. وين الزيت؟ كفو كفو حس كفو. دقيقه دقيقه، لا الزيت نواف موجود به هناك. كفو حس والله دندون يا شيخ. طير بر والله انك دندون. يسلم 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 يحس يسلم 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 يسلم. يا عين يا عين، يعني لك خبره بالبر. ليتك ما تكلم طفاه. احلم حسبي الله وكيل. ليتك ما مدحتني. اي والله ليتني ما مدحنا يا رجال، نار طفا. انا اقول جلستنا حلوه بس. تعال بحط ذا بحط ذا. ونواف الحين اوه يلا يلا وقت البيض وقت البيض وقت البيض. يا ربي يا ربي يا نواف، حبه حبه يا نواف. بسم الله يدك طاهرة. يا دقيقة دقيقة لازم اجي هنا لازم اجي هنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دلعني دلعني دلعني. نواف زيت كثير يا نواف. لا لا ما عليك مو بزيت. وش وجهك؟ ما يا نواف لا تلعب علينا نواف، عشان اضبطها لك. انا اضبطها مخك. انا اعرف انا اعرف. ما عليك ما عليك. ركز معي ركز معي. شوف بس بقول شيء بقول شيء. اسمع يا اخي اقعد. باقي نواف باقي بيضتين والله يا نواف، ترى الزيت كثير. خلاص خلنا على اربع بيضات، ما نبغى البيضتين. نواف حزام شكلنا انا وياك ذي. والله والرب مغسله. اي مغسله. راح راح يا صلح شارب انت. بيض عيون تسويها ولا تخلطها؟ لا بخليها كذا. طبعا حسي الحين قاعد ايش تسوي؟ اتحفر انا. هاي فعلا كذا. والله انك دندون دندون. اتحفر لين اخلص. والله الا كذا. يو الحين وقت الفلفل طبعا. دلعني دلعني. هيك. كمان. الفلفل ما في الا نقطتين يا نواف سو. لا 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 لا. ما في ذي اللي تقلب. وش هي؟ لا. الملعقه هذه ملعقه بالملعقه. ليش؟ يا حبيبي هذا بيض ولا تونه معجبون ولا ايش؟ يا شيخ انت ودك تاكل صاحب اصابعك؟ ولا شوربه هذا. انسلك بس ما عليك. نواف كويس حركه حركه بالملعقه. من الكلب اللي قايلنا وقفوا هنا. من الكلب من الكلب اللي قايلنا وقفوا هنا. هذا قاعد يقول لي كويس. من اللي قال هنا عشان ظلال؟ ما نبغى ظلال. التراب جاء هنا وش صرنا نفطر يا عيال؟ اللي فطور يا عيال. كان فلفل اسود ليش صار بني؟ ما ادري اتوقع عشان كان بدنا وره مره. يقول لك يقول لك اذا ما اكلت تراب ايه ما كانك بالبر. ايه ما كانك. يا سلام انت لك لنا زين نفس تو غرزنا وقال لنا يرى كان شف ما كنا بر لين نغرز وغرزنا والحين اكلنا تراب عشان ايش؟ عشان البر. بتكلم طيب تفضل. احنا قلنا نجلس هنا ليه؟ عشان الظلال. صار التراب يجينا والله ما شاء الله التراب كذا شيء يسود. تكفى لا يجي تراب. يلا يلا دلعني دلعني دلعني. الله يا البيض الله يا البيض مع تراب. لا تحرك تحرك. نواف 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 ركز. شوف 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 يا اخي يا ربي عفوا. ممكن اقول شيء بس؟ ترى احنا بناكل الخبز كذا فهمت؟ بدون ما تحرك. لا تحرك الا حركها نبي شك سجي يا تصير مقلقله. ما راح احركها بقلبها. نبي تصير مقلقله ركان. شوفوا عيال شوفوا هالطلعه ذي اسمعوا هالطلعه طلعت. انا بجي باكل بس كنت بضبط لك. خلصت البيضه والله شكلها نيه ولا شكلها منطبخ. لا 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 ما خلص. دوف لا تحركها نواف خلها كذا يا اخي باشيله يا ركان يا ليش اخوي ليش يا ربي هي كذا. اها يا نواف تكفى ولا اوكلك؟ يلا هنشوف. شوف حاط لي بيضتين انا اللي باكلها ذي شكلي. كيف الرنج بالله؟ اوه بالله بالنفود مو كويس. والله كويس كويس. اي كلب. طبعا غيرنا المكان اول شيء ذبحنا الهواء. وهذا البيض ها كيف الطعم تقييمك؟ تراب والله طعمه زين.
الحمد لله حطينا بيضتين برا، الحين بتشوف البيض صح. كيف تراب الأطعمة حطنا؟ تصيحتي خليك بداك تتبيل الدجاج وذاك شي بدا ما ادري ما فهمت شي في دبة بس انها عميقة مرة سيئة مرة هي يا ابوي اقسم بالله ذا خلص سوى ما خلص مو بقصد خلص يا ابوي لا تسوي شيء اسمع القهوة ما راح يصلح الا انا بصلح يا حبيبي ذيك المره انا شاي حليب ابى اسوي شاي حليب شاي لبن سوي اللي تبي بس ابى اسوي حليب انا تذكر ذاك المقطع اسمع ركز معي تذكر انا بسوي يا حبيبي يا متابعينا تذكرون ذاك القهوه اللي كلها مويه كنت اسلك لك الحين اوف بعطي فرصه اعطني فرصه تخيلك ترى بكبه اذا والله زي ذيك اليوم احس هالمره جاب ترني بذي ايوه خات لا عاد الطلعه جايه لازم سعود يجي يا رجال شف انت وسعود ونواف ما حد بيطلع كلكم محرومين توبه يلا برك صافقه ايوه بيصلح لنا بيض مشي هنا ايه داري بس لا حمسني قمت والله ركان اليوم طلعه شباب نكتب العنوان طلعت بيض والله حلوه كلها بيض والله كلها بيض يا شباب نخلي العنوان بيض لا تحطه بالفرشه اقسم بالله غالي دلعني اسمع الصوت لا تكبر لا تحطه بالفرشه كلها كذا وانت ماسكه سلك لي والله كلها وانت ماسكه اسمع ما عليها تراب تعال نواف ذك والله من شكل انا ما استوت لا عديتك ما جبت بيض يا شيخ اقسم بالله لتكم ما جبتوا بيض خليكم على الحطب والعلوم الحلوه سجل يا تاريخ نواف ضبط ام الشاهي كفو يا نواف كفو فوك مو بشاهي ما شاء الله وشو كرك هذا كرك الله 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 بس طبعا هنا يصورنا بالكاميرا شوف تشوفونه فوق ها مفروض امسك الفنجان لا بس ايه تسلم يسار بس يلا وصلت يا عيني لا 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 لا. يا عيني شكرا لك طبعا يا شباب معليش الرمل بس يلا والله قوي والله العظيم قوي قوي ها والله قوي اخس يا نواف اخس حبيبي والله ما زبطها والله زبطها والله قوي بالله نواف كيف السياره والله ما شاء الله كم تقييمها من 10 6 من 10 الله يلعن ابوك يا كلب ها حسام كم تقيم السياره من 10 والله صفر من 10 طيب اسمع حسام قلت لي السياره ما راح تركب شوف يا جماعه الخير اخبار يا ساتر والله هوا مش ممكن والله ناظر شلون سبحنا ناظر ها شلون ناظر الخبز يا ربي نوا فرايك انا ليش وين موقفينه انتم كلكم اليوم برا اليوم يوم الجمعه شوف هذا الاخ هو هذا مسوي طربر هو دجاج بر يا رجال نايمين ما عندكم عن جد طيب سكر مع تراب يا حسافة العزبة شوف جزمة ركان يا الله شوف اقسم بالله تراب شوف والله هجة اقسم بالله ما توقعنا والله العظيم ما توقعنا تراب مره شلنا عفشنا كله كنسلنا وكنا ناويين نجلس لنا اليوم الثاني والله جد مره كنسلنا والله تراب بس تحمسنا زي ما تعرفون تحمسنا والله العظيم قومت من حسام من النوم نواف تكفون بسرعه لازم نطلع الجو قلت كويس برات بس لعلنا انصدمنا بالهواء هو واخر مره اخر مره نطلع صباحا استعجلنا بس الحمد لله اهم شيء استانسنا وانبسطنا وغيرنا جو لكم وريناكم الطلعه الحلوه والمرات الجايه ان شاء الله بنطلع عصريه اكيد انا ادري بيزعل علينا سعود والله بيزعل لو انا مكانه زعلت لكن بنعوض سعود ان شاء الله بطلعه ثانيه وهو بيحدد الفكره وش بنسوي في البر اهم شيء شف تدري وش شيء اكلنا البيض مع تراب
هذا اهم شيء. شكرك اللي مشى. طيب المره الجايه انا بمسك الطبخه كبسه دجاج ولحم تبون. انت بتمسك الطبخه؟ كنا بنجيب دباب نواف، بس وش سبب ان ما جبناه؟ ان بالوكاله الحين. بالوكاله والله لو رنج روفر صيانه. صيانه. حلو، ليش من طيح هذيك صح؟ ايه. ف للحين ما طلع مكان مماها نبي. وش مماها ذي؟ نو في ما يا ما يا ما هذه يقول مماها هذا عطى دباب بطه يبي ينبسط. بنلعب لين يقول هذا مماها. تقول كلتش كلتش ان شاء الله. ان شاء الله ممكن نسوي مفاجاه نجيب. طيب يعني كذا قر عادي. للاسف ما لقينا دبابات، ما في الا احنا اللي طالعين في الكشته، الناس كلها نايمه. امسك قطع ام العزبه البيض. بيض وتشتري زيها وتقولي من وين شاريها؟ لو تقول لي والله ان هي العزبه ترى باخذها خلاص حطها طين. والله بد والله تبيها؟ باخذها. ابشر لا تمزح. قل انك تمزح. والله خليها. والله خليها. والله ها والله خليها. اي والله مع الذاقه. اوه طبعا كذا وصلنا لنهايه المقطع يا جماعه الخير. مقطع والله كنا بننبسط فيه، قلنا بنروح نفطر النيه، بس ناظر رجعنا على تقريبا ما بقى شيء على الاذان الظهر 12. بس الهوى الهوى والله مره خرب علينا. يعني خرب علينا ولا كاتب والله طلع بنتكلم. استمتعنا والله العظيم وطلعه كانت حلوه مره بالله. كويس حسام ولا لا؟ حلو بس في شيء ما خلاها حلو اللي هي سعود. صح سعود. ان شاء الله سعود المره الجايه نطلع طلع عشانك ان شاء الله. الله يا سعود الله يستاهل سعود. شكرا لك نواف، شكرا لك والله حس ما قصرت. يا جماعه الخير في شيء بنقوله لكم دائما كل نهايه مقطع، نحط لكم الفايز في الانستغرام اللي هو حط لنا تاج في الانستغرام، فاذا بدك تشارك حط لنا تاج عشان نختارك عشوائيا، وهذا الفايز احلى صفقه يا شباب. استاهل 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 استاهل. شكرا وان شاء الله ما قلت شيء على 5 مليون. في مفاجات مره قويه، تابعونا اول باول ولا تنسى زر الاشتراك، وفي فعاليات قويه قويه. شكرا خلوكم معنا اول باول. الحلقه القادمه سيو كان معكم كاستمان وسام ونواف وراكان. مع السلامه.